وقع وزير التموين دكتور علي المسلحي ودكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على بروتوكول تعاون لتوريد 500 طن سكر وأرز في مشروع شنطة رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مع اقتراب شهر رمضان الكريم. على 500 طن ما بين الرز والسكر أنجز الأمر وبات التجهيز لشنطة رمضان واقعا يكرر نفسه كل عام في السنوات الخمس الأخيرة بواقع يصل إلى 100,000 أسرة سنويا من الأسر الأكثر احتياجا. هناك استعداد من وزارة التموين لقرب حلول شهر رمضان، وهذا الاستعداد بيتمثل في أكثر من جانب: توفير كل الأرصدة اللازمة في السلع الأساسية ليس فقط كأي شهر، ولكن على الأقل بما عندنا ضعف الكميات اللي بنعرضها. وبحسبة بسيطة فإن كم التعاقدات التي وقعت في هذا البروتوكول تحوي 300 طن أرز و200 طن سكر. التموين منزل نوعية ممتازة من الأرز أصلا على البطايا، وده اللي يجب نقدمه سواء للمحتاجين أو للتموين، وخاصة إن احنا الآن زي ما معالي الوزير قال بنستهدف الطبقات الأولى بالرعاية أو الأكثر احتياجا، وشرعا نقدم لهم أفضل ما هو متاح. الشوادر اللي بنعملها في كل المحافظات تحت سوبر ماركت أهل رمضان، وبندعوكم جميعا ليوم الأحد إن شاء الله. الحديث في هذا الأمر تفرع إلى العديد من النقاط الأخرى، بشرى الخير تلك أتبعها وزير التموين بالإعلان عن بدء توزيع الأرز على بطاقة الدعم في الأول من إبريل، إضافة إلى التأكيد أن معارض الشهر الكريم لن تقل عن العام الماضي، وهتكون فيها التجهيزات كاملة في كافة السلع إن شاء الله. هتجدوا أن المعروض كافة السلع. انتهى المؤتمر وتوقيع البروتوكول لتبدأ بعدها الجهات المسؤولة لتنفيذ ما كتب على الورقة إلى واقع. قريبا وبحسب القائمين على الأمر ستوزع الشنط على الأسر الأكثر احتياجا بواقع يصل إلى 100,000 أسرة. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية.